شكرا لك الزميل عبد الرزاق محمدي، ومعي في هذه اللحظات سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي ناموس على سويسرلاند والقادم شوط اقوى شيما كلاسيك. الكل ينتظر هذا الشوط بفارغ الصبر، توب فور ذا توب، احد الاسماء المميزه والتي يكون لها الجميع الاحترام ومرشحه كذلك. الله يسهل لك خير، هذا ناموس الجميع. الشوط القادم شوط صعب وفي منافسه كبيره من خيول ادت موسم ممتاز وحصلت على جوائز كبيره وسباقات كبيره. وجودنا للمشاركه والمنافس على المركز الاول، وهذا حق لكل مشارك اليوم في هذه الليله الكبيره المهمه جدا. الحصان ادى موسم جيد، مش افضل مواسمه، لكن ان شاء الله متأملين خير في هذا الركض انه يبدا بدايه طيبه ويمشي على الخطه المرسومه، والتوفيق عند رب العالمين. طويل العمر ار 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 للسباقات بدت بشكل تدريجي وقاعده تقدم مستويات وتنتزع سباقات جروبز، هل استراتيجيتك وخطتك لهذه المؤسسه ماشيه مثل ما تبى ولا هناك بعض الصعوبات؟ ما في شك في تحديات كثيره، نحن كل يوم نتعلم. عالم الخيل عالم كبير جدا وفيه خبرات كثير جدا يجب أن يكتسبها الإنسان حتى يوصل إلى مستوى متقدم وينافس بشكل أكبر. نحن مركزين على الكواليتي وليس الكوانتيتي، فلو تلاحظون مشاركاتنا في الموسم اليوم ما تعدت 40 مشاركة في موسم دولة الإمارات، ولكن النتائج كانت طيبة ولله الحمد. فالتركيز على نخبة من الخيل اللي نشوف فيها مستقبل جيد ومشاركة قوية، ونركز على السباقات الكبيرة اللي هي في الكرنفال الجروب ريسز، واليوم في ليلة كاس دبي العالم شيما كلاسيك. تتوقع من سيكون صعب في هذا الشوط من الأسماء المرشحة؟ كل مشارك في هذه الليلة مشارك قوي، لأن ما تأهل إلا لأن قدم موسم متميز وحل في مراكز متقدمة حتى يصل إلى هذا السباق. فالتأهيل بحد ذاته يوصل الحصان المتميز، فالكل قوي والكل لازم تحسب الحساب. يا رب يوفقك، وإن شاء الله نشوف كذلك الانتصار الثاني لشعار سمو. بإذن الله. مشكورين. شكرا. شكرا سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومشاركة أخرى كذلك لهذا الشعار آر 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 ريسينج مع فور ذا توب، وهذا هو الشعار آر 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 ريسينج. نتمنى لهم التوفيق. سويسرلاند فعلها وهل سيفعلها فور ذا توب؟ هذا سؤالنا قبل انطلاقة الشوط. شكرا لك عصام الخامري، لن تكون مستغربة إذا فعلها شعار سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي للسباقات للمرة الثانية، وستكون ثنائية تاريخية مع فور ذا توب وكذلك سويسرلاند.